السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتي الثامنة وتتابعونا فيها. في اليوم الثاني من زيارته إلى دولة قطر، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد إلى رئيس الجمهورية عناية خاصة لتقوية أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية، ويحضر مراسم افتتاح فعاليات الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري. تحسبا لشهر رمضان المعظم، مخطط لتموين السوق الوطنية من خلال المخزونات الاستراتيجية لمختلف أنواع الخضر والبقول. ومن باتنا رصد للحركية التجارية للأسواق الجوارية لكسر الاحتكار. ودعما لتموين السوق، توسيع مساحات الزراعات الاستراتيجية بقاسي الطويل بورقلة بدعم ومرافقة من الدولة. وبتيزي وزو استبشار بارتفاع منسوب سد تاق سبت بعد التساقطات المطرية الأخيرة. في فلسطين المحتلة ما لا يقل عن 20 شهيدا وعشرة الجرحى في غارات جديدة نفذتها طائرات الاحتلال الصهيوني على وسط قطاع غزة وجنوبه. والجزائر تطالب من منبر مجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء الاحتلال الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة. في الذاكرة التاريخية، إحياء الذكرى 67 لاستشهاد الشهيد الرمز العربي بن هيدي. وبالمناسبة عرض شرفي لأولي لفيلم سينمائي حول حياة البطل وأبرز محطاته النضالية والقيادية. وفي الحدث الرياضي، الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش يوقع رسميا على عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لغاية 2026، ويستعرض في ندوة صحفية أهداف وخطة العمل مع النخبة الوطنية. في المستهل وعلى مدار 3 أيام، شدت الأنظار إلى الجزائر التي احتضنت بالمركز الدولي للمؤتمرات أشغال قمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، قمة سجلت من خلالها الجزائر نجاحا لافتا بالنظر لأهمية مخرجاتها وكسبت مرة أخرى رهان التنظيم المحكم. فكانت الجزائر بحق مهد الاقتراحات البناءة والحلول الناجعة، تقول نجوى جدي. من الجزائر، البلد المستضيف لقمة الدول المصدرة للغاز، حيث تتشكل الاتفاقيات وتبنى جسور الثقة. القمة استثنائية بدأت مع هبوط طائرات تحمل على متنها قادة دول رواد الإنتاج وصناعة الغاز في العالم على أرضية المطار. الاهتمام بالحدث كان بارزاً، وأظهره حرص رئيس تبون على كل تفاصيله، مترأساً لجلساته ومستقبلاً الضيوف بنفسه، معبراً عن الضيافة الجزائرية الأصيلة. أحييكم أطيب التحية. بقصر المؤتمرات الفخم افتتحت القمة وسط حضور مميز لكل وفود دول المنتدى، ما أضف على الحدث زخما سياسيا وإعلاميا كبيرا. تشكل هذه القمة فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي. وقتها كانت الأنظار معلقة بكلمات المتدخلين التي تتالت وترجم حضورهم إلى رسالة قوية عن وحدة الموقف والتزام الجميع بمستقبل الطاقة المستدام.
دعمنا لحوار قوي. كانت اللحظة الأبرز هي إعلان الجزائر وثيقة العهد التي تعكس الرؤية المشتركة للدول المصدرة للغاز، والذي حمل في طياته جرأة المنتجين لتسمية الأشياء بمسمياتها، وركز على الحوار كمبدأ ورفض لغات التهويل باسم الانتقال الطاقوي أو التقليل من قيمة هذا المورد الطاقوي لكبح الاستثمارات. تصريحات الرؤساء بعد القمة أكدت على نجاحها وأهمية بيانها الختامي في تعزيز الحوار والتعاون الدولي. توجهوا مرة أخرى إلى أخي العزيز فخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون بالدعوة التي وجهها إلي لأكون ضيف شرف في هذا المؤتمر، وتحدثت خاصة بالكلمة التي كنت ألقيتها منذ قليل عن حقنا في السيادة الكاملة على ثرواتنا الطبيعية. احنا جدا فرحانين باللقاء معكم في هذا المؤتمر أو منتدى علمي بالنسبة للطاقة، وأنا أتصور هاي الخطوات اليوم ونقاشات اليوم جدا ضرورية في المستقبل التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا. وطيلة عمر هذه القمة كان الإعلام شريكا أساسيا في نقل هذه الأجواء. قرابة 200 صحفي تم اعتمادهم من خارج الجزائر، قدموا للعالم نافذة لاستكشاف نتائج هذه القمة. والأهمية التي أعطيتها لهذا المنتدى، والحمد لله كل لبي النجاح بفضل كل شاركوا بفضل الأسرة الإعلامية كذلك. شكرا لكم. صحة. قمة الجزائر تركت بصمة واضحة في سجل قمم هذا المنتدى، إذ توسع وعاء المنتدى لموريتانيا والسنغال والموزمبيق، ما يرفع حجم احتياطي المنتدى من الغاز إلى أكثر من 70% عالميا، إلى جانب تحقيق تفاهمات وشراكات. وسجلت لقاءات ستظل شاهدا على عمق العلاقات التي تربط الجزائر بجيرانها وبأبعادها العالمية. شكلت الصورة الختامية للقادة المشاركين رمزا للوحدة والتعاون الدولي في مواجهة تحديات سوق الطاقة العالمي. هذا وتتابعونا في حدود الساعة 9 على قنوات التلفزيون الجزائري صفحة خاصة حول قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز بعنوان قمة الغاز 7، أهداف تتحقق ومستقبل طاقوي واعد. في التعاون العسكري، وخلال اليوم الثاني من زيارته إلى دولة قطر الشقيقة بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، حضر السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمداكس 2024. موفد التلفزيون إلى قطر أحمد مندريدي. في اليوم الثاني من زيارته إلى دولة قطر الشقيقة، حضر السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديميداكس 2024. عقب نهاية مراسم الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الدولية التي تمت تحت إشراف نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، طاف السيد الفريق أول والوفد المرافق له ببعض أجنحة المعرض على رأسها الجناح القطري، حيث عاين عن كثب العتاد والمعدات المعروضة على غرار الأسلحة ومنظومات الأسلحة عالية التقنية، واستمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها القائمون على الجناح القطري. السلام عليكم. وعليكم السلام. كما كان للسيد الفريق أول لقاء أخوي مع الفريق ركن سالم بن حامد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، أين تناول الطرفان حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وسبل تطويره إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تربط بين الجزائر وقطر والارتقاء بها إلى تطلعات قائدي البلدين الشقيقين.
السيد الفريق أول أعرب عن تقديره للطرف القطري على الدعوة الموجهة له لزيارة دولة قطر، والتي تندرج في سياق الديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين الجانبين. في المستهل أود أن أعرب لكم عن عميق تشكراتي عن الدعوة التي وجهتموها لنا لحضور فعالية الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2024، وعلى حفاوة الترحيب وكرم الضيافة التي حظيتمونا بها منذ وصولنا إلى دولة قطر التي نعتبرها في الجزائر بلدا شقيقا وشاركا موثوقا، ونحرص شديد الحرص على توطيد علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والتنسيق العملي المستمر. وتأتي هذه الزيارة في سياق التي قمت بها إلى قطر سنة 2022 وزيارة سيادتكم خلال السنة الماضية إلى الجزائر، والتي تعد فرصة متجددة سنغتنمها للعمل معا على تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وتجسيد تعاون عسكري متعدد الأبعاد يعود بالفائدة على جيشي البلدين، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب المهنية في مجال الأمن والدفاع. السيد الفريق أول أعرب أيضا عن عزم الجيش الوطني الشعبي توطيد عرى التعاون مع القوات المسلحة القطرية، متمنيا النجاح والتوفيق لفعاليات المعرض. وإذ أجدد لكم الشكر على دعوتكم الكريمة لحضور الطبعة الثامنة لهذه التظاهرة الدولية المرموقة، التي أتمنى أن تتوج بالتوفيق والنجاح على غرار الطبعات السابقة، فإنني أود أن أختم مداخلتي بالتأكيد لكم من جديد على استعدادنا في الجيش الوطني الشعبي للمضي قدما رفقة أشقائنا في القوات المسلحة القطرية على درب توطيد عرى التعاون في ظل التقارب المتعدد الأوجه الذي يشهده البلدين. من جهته أشاد رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق ركن سالم بن حامد العقيل النابت بمستوى علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره للسيد الفريق أول على تلبية الدعوة. وفي الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية. الجزائر حاضرة إذن هنا بمعرض ديمدكس للدفاع البحري بوفد رفيع المستوى يقوده رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، وهي فرصة أيضا لبحث سبل التعاون وتعزيزه إلى مجالات أوسع، وكذا تبادل الخبرات في المجال العسكري. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري، من داخل مركز المؤتمرات الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة. هذا وكان السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد استقبل مساء أمس من قبل السيد خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري. مفاد التلفزيون الجزائري لقطر أحمد أمين دريدي. في مستهل زيارته الرسمية إلى دولة قطر، استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من قبل السيد خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري.
المحادثات شكلت فرصة أكد من خلالها السيد الفريق أول سعيد شنقريحة على العناية التي يليها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون لتقوية أواصر الأخوة والتعاون مع الشقيقة قطر. يسعدني كثيرا في المستهل أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والعرفان على الدعوة الكريمة التي تفضلتم بتوجيهها لنا لحضور فعالية معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري جيمدكس 2024 في طبعته الثامنة، مجددا التعبير عن عميق ارتياحي لوجودي لمرة أخرى بدولة قطر، معربا لكم عن فائق تقديري ومقدرا في ذات الوقت كل مشاعر المودة ومظاهر حسن الضيافة التي غمرتمونا بها. كما أود أن أبلغكم تحيات أخيكم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون الذي يولي رعاية خاصة لتقوية أواصر الأخوة والتعاون مع الشقيقة قطر والارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية إلى مصاف الامتياز. السيد الفريق أول جدد حرصه على ترقية التعاون العسكري وتوطيده بين البلدين. إننا نحرص على أن يكون هذا اللقاء مناسبة متجددة نغتنمها لاستعراض شتى مجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشينا. هذا التعاون الذي نريد أن تتقوى أواصره بفضل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين وحرصهما المتقاسم على ترقيته أكثر فأكثر والوصول به إلى مدى المأمول. من جهته نوه نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع السيد خالد بن محمد العطية بجودة علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجزائر وقطر تجسيدا لإرادة قوية من قائدي البلدين. أشكر فخامة الرئيس عبد المجيد تبون اللي دعمنا في كافة المجالات ولم تقصروا معنا في الجيش الوطني في جانب التدريب واطلاع على الخبرات في كثير من المجالات. عقب ذلك تحدث السيد الفريق أول السعيد شنقريحة مع الفريق الركن حمد بن علي العطية مستشار سمو الأمير لشؤون الدفاع، حيث سمحت المحادثات بتقييم مسار التعاون العسكري بين البلدين وبحث سبل تعزيزه مستقبلا. التعاون العسكري وكيفية تعزيزه بين الجزائر وقطر شكل إذن محور المحادثات التي جمعت رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، وذلك قبيل مشاركته في مؤتمر الدوحة ومعرض ديمدكس للدفاع البحري. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري، الدوحة، قطر. بتكليف من رئيس الجمهورية حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة غدا في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وستنصب أشغال هذه الدورة الاستثنائية حول تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وبحث السبل والتدابير الكفيلة بتمكين منظمة التعاون الإسلامي من تعزيز جهودها وضغوطها من أجل تقديم مساهمة فعلية وفعالة في سبيل إيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
هذا وتلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم مكالمة هاتفية من نظيره البريطاني اللورد ديفيد كاميرون في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر والمملكة المتحدة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع الإنساني في غزة. وفي هذا السياق ثمن الطرفان مستوى الحوار والتشاور السياسي بين البلدين، لا سيما التنسيق بين بعثتيهما الدائمتين بمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين والمساعي الرامية إلى انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة. وقد جدد عطاف بالمناسبة دعوة لنظيره البريطاني للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر لتعميق المشاورات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين. في الذاكرة الوطنية وبمناسبة أحياء الذكرى 67 لاستشهاد الشهيد الرمز العربي بن مهيدي، تنظم وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع وزارة المجاهدين بدار الأوبرا بعلم بسايح العرض الرسمي الشرفي لفيلم بن مهيدي، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للإعلام برئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الأسرة الثورية. ومن دار الأوبرا تنضم إلينا الزميلة ياسينيا حسيني. ياسينيا، إذن كيف هو المشهد السينمائي والأجواء التي تميز العرض الشرفي الأول لفيلم البطل الرمز بن مهيدي؟ نعم سهام مشاهدينا، دعيني أقول أن تحتفظ الذاكرة الجزائرية بصورة رمزية للشهيد البطل العربي بن مهيدي وهو يبتسم في وجوه الفرنسيين والاستعمار الفرنسي، رغم ما تعرضوا له من تعذيب إلى أنهم لم يستطيعوا أن ينتزعوا منه اعتراف واحد. هو البطل الذي عاش مناضلا واستشهد منتصرا، فهو الشهيد البطل الذي قال عنه جنرال بيجار أنه لو كان لدي ثلة منه لغزوت العالم، وهو يؤدي تحية عسكرية أمام جثمانه. هو الشهيد الذي ربما استشهد ولكنه يعد رمزا للنضال الجزائري، فهو من القادة الستة التاريخيين، واليوم الجزائر تتذكر تاريخ آخر وهو 4 مارس 2024، أين يتم اليوم من خلال هذه المناسبة وهو العرض الشرفي لفيلم العربي بن مهيدي. دعيني أقول أن الجمهور هنا خلفي القاعة التي يتم فيها العرض الشرفي للفيلم جمهور غفير جدا، وهذا دليل على أن هذا الفيلم كان منتظرا، وهو رصيد تاريخي وسينمائي يضاف إلى وزارة المشاهدين ووزارة الثقافة والفنون وإلى الجزائر، على أمل أن نرى هكذا أفلام تاريخية تحكي وتحاكي مسيرة الشهداء الأبطال أمثال عربي بن مهيدي. إذن اليوم هو العرض الشرفي الأول، وأكيد من المرتقب أن يتوزع هذا الفيلم في كافة قاعات السينما لكافة ربوع ولايات الوطن لفائدة الجمهور وعشاق السينما الجزائرية والأفلام التاريخية. هذا ما لدينا، سنوافيكم بتفاصيل وبمقتطفات هذا الفيلم في نشرتنا المقبلة. العودة إليكم. شكرا لك ياسينيا حسيني، كنت معنا مباشرة من دار الأوبرا. سهرة ممتعة لك ولجميع الحضور. هذا وأحيت ولاية قسنطينة ذكرى 67 لاستشهاد الشهيد الرمز العربي بن مهيدي أحد قادة الثورة التحريرية الذين تعرضوا لأبشع أشكال التعذيب حتى ارتقائه شهيدا في سبيل الوطن. ورقة في الموضوع مع طرق حجي. دوار الكواهي بعين مليلة عام 1923 يولد بطل فذ ومنظر متقد البصيرة العربي بن مهيدي ابن عبد الرحمن وعائشة قاضي، ومن عين مليلة سرعان ما انتقلت العائلة إلى باتنا ثم بسكرة، وهي الولاية التي صقلت كثيرا شخصية العربي بن مهيدي، حيث انضم إلى الكشافة والمسرح وفريق كرة القدم منضويا بذلك تحت لواء حزب الشعب. ومن بسكرة إلى قسنطينة احتك العربي بالمبارك الميلي وجمعية العلماء المسلمين، ومشاركا في مظاهرات ماي 1945 وهي أولى بواكير العمل السياسي للشاب الطامح لتحرير بلده من قيود الاستثمار.
وهو ما كلفه 3 أشهر بسجن الكدية بقسنطينة. سرعان ما أصبح العربي أو الحكيم كما يلقب رقما مهما في اللجنة الثورية للوحدة والعمل ومجموعة 22 ومجموعة 6، مكلفا بتفجير الثورة بالمنطقة 5، ثم عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ مكلفا بالأعمال الفدائية. وفي فيفري 1957، وبعد كل الزخم الذي أعطاه الرجل للثورة بعمله وأفكاره، ألقي عليه القبض بالعاصمة وسلط عليه أشد أنواع العذاب، أدناها سلخ جلدة رأسه دون أن يهمس بسر واحد للعدو، وهو ما جعل جلاديه يعترفون أن ثلة من رجل كالعربي قادرة على غزو العالم. وارتقى الرجل شهيدا تحت التعذيب في مارس 1957 ليصبح العربي ضمن قائمة الخالدين من الشهداء والخالدين على صفحات التاريخ. تحسبا لحلول شهر رمضان المعظم، مخطط لتموين الأسواق بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع من خلال المخزونات الاستراتيجية لمختلف أنواع الخضر والبقول بأسعار في المتناول، تقول وهبة دنداني. لتعزيز تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان، شرع اليوم الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم في استخراج مخزون البصل الجاف والثوم الجاف والعينة من بومرداس. يتم في المرحلة الأولى إخراج كميات تقدر ب 7000 طن من البصل الجاف و 1400 طن من الثوم الجاف عبر عدة ولايات من القطر الوطني. أما فيما يخص ولاية بومرداس سيتم إخراج كميات معتبرة 600 طن من البصل الجاف و 700 طن من الثوم الجاف. الحمد لله، يعني المنتوج جا وافير سنا وانا خزناه باش يكون متوفر سنا ان شاء الله في الاسواق الجزائريه باسعار معقوله واسعار في متناول الجميع. كما تم استخراج مخزون البقول الجافة بمختلف أنواعها ابتداء من اليوم وبكميات معتبرة لتمويل السوق الوطنية. عندنا 5 وحدات للتخزين وعلى مستوى وحدة ترويبة، فيهم فاصوليا بيضاء، لوبيا، عدس، حمص، لوبيا حمراء، عدس أحمر، روز مفور. ديوان دار تخفيضات في الأسعار أبارتير لـ 3 مارس هدايا، ابتداء من 3 مارس 2024 وهذا الشيء لطول العام. وقد تم تخصيص نقاط بيع للبقول الجافة تابعة للديوان داخل أسواق جوارية. إنه هناك 360 نقطة بيع للبقوليات على المستوى الوطني، أسواق جوارية سيتم فتحها خلال شهر رمضان المعظم وبأسعار منخفضة مطبقة من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب ابتداء من 3 مارس. وهذه الأسعار ستكون مستمرة خلال السنة، مش غير في شهر رمضان المعظم فقط. عملية تهدف إلى الحفاظ على ديمومة المنتوجات الواسعة الاستهلاك بالسوق الوطنية. من جهتها تعمل مديرية التجارة لولاية باتنا على فتح 21 سوقا جواريا بهدف توفير المواد الواسعة الاستهلاك. يونس لكحلديب. وأنت تجول بين هذه الأروقة تلاحظ تنافسية الأسعار لمختلف السلع المعروضة للاستهلاك خلال الشهر الفضيل. كلش المواد كاين، اللحم، البيض، الدقيق، كاين كلش، تمر، أسعارها موافقة على البرة. بالنسبة للتمر في شهر رمضان الفضيل رانا اليوم متوفرة بالأسوام اللي توافق المواطن الجزائري. منتجات محلية منها الأساسية ومنها ما يزين المائدة الجزائرية خلال شهر رمضان متوفرة بهذه الأسواق. كما عمدت مختلف المؤسسات الوطنية إلى افتتاح نقاط بيع خاصة بمنتجاتها والعينة من المذبحة الصناعية للدواجن بولاية باتنا. درنا جهود كبيرة من أجل توفير مادة الدجاج خاصة خلال شهر رمضان الكريم. أما الأسعار فهي أسعار مدروسة ومحددة
من قبل المؤسسة. 21 سوق تم افتتاحها بإقليم ولاية بتنا، من شأنها توفير المواد واسعة الاستهلاك وتخفيض الأسعار خلال الشهر الفضيل. في النشاط الفلاحي، تعتبر منطقة قاسي طويل بورقلة والمذجة رائدا في الزراعة الاستراتيجية بفضل الدعم والمرافقة، حيث نجح الفلاحون في زراعة آلاف الهكتارات من مختلف أنواع الحبوب. المزيد مع حمزة ملوح. غير بعيد عن حقول النفط بحسي مسعود، تمكن الحاج إبراهيم من تحويل أراضي صحراوية جرداء بمنطقة قاسي طويل إلى جنة غناء تجود بمختلف المنتوجات الفلاحية، لا سيما الزراعات الاستراتيجية التي خصص لها ما يقارب 1000 هكتار. قبل ما يجي القمح مركزين على البطاطا، وفي وقت نحو البطاطا ما جيش في وقت الرياح وكذا ندروها قمح، وفي الصيف إن شاء الله ندروها ميز. كما استطاع المستثمر عبد القادر بفضل المرافقة التقنية الدورية من تحقيق نتائج باهرة في زراعة الحبوب، بداية مشجعة جعلته يطمح إلى توسيع مشروعه الزراعي في حال تدليل العراقيل وإيجاد التحفيزات. الموسم الأول كانت غير 40 هكتار، والموسم الثاني هذا زدنا 20 هكتار واحدة أخرى، وسعنا المزرعة، والوقت الحالي نسعى لنزيدوا أكثر وأكثر. جبنا من الخارج محاور جدد راهم محطوطين معنا ما بدون استغلال. طموحاتنا نزيد، ما كون يعطيني الأرض نزيد 10 بيفوات أخرين، غدوة العام الجاي نزرع 200 هكتار، 300 هكتار، معناها سلعتها موجودة. الشيء اللي أعطى دفعة قوية لهذه المستثمرين هو برنامج السيد رئيس الجمهورية لإيصال الكهرباء للمحيطات. تجارب ناجحة في الزراعات الاستراتيجية جعلت من منطقة قاسي طويل قطبا فلاحيا بامتياز، سخرت له السلطات كل الإمكانيات المادية والبشرية. وعن المورد المائي، ارتفع منسوب سد تقسبت بولاية تيزي وزو بنسبة 40% بعدما انخفض منسوب المياه إلى الصفر. عواطف عيشاوي. بفعل التساقطات المطرية الأخيرة، ارتفع منسوب سد تقسبت جنوب شرق ولاية تيزي وزو إلى نسبة 40% بعدما كانت تضخ إليه المياه من وادي سيباو منذ سنوات كمشروع اتخذته السلطات لتغطية النقص الكبير في منسوب مياهه. كنا في 40 مليون، فهذه اليامات لحقنا 66 مليون ما يعادل 40%. سعة سد تقسبت وصلت إلى 171 مليون متر مكعب، وهي كمية معتبرة لتغطية احتياجات سكان البلديات والدوائر الواقعة في الرواق الرابط بين ولاية تيزي وزو بومرداس والعاصمة وتزويدهم بالماء الشروب، حيث سيستمر ارتفاع منسوبه أكثر بذوبان ثلوج الجبال المحيطة به. عندنا أيضا مشاريع أخرى، وهي إنجاز آبار عبر الولاية وترميم بعض التحويلات ولا القنوات الضخ، وهذا ليسمح لنا باقتصاد في التسربات الكثيرة. إضافة لهذا السد، يتزود سكان بلديات جنوب الولاية بالماء الشروب من سد البويرة الذي يخفف الضغط على سكان المنطقة المتفائلين باستغلال المياه هذه الصائفة بكل أريحية. في زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية غرداية، أشرف وزير العدل حافظ الأختام على تدشين ومعاينة العديد من المرافق، كما جمعته لقاءات مختلفة بالأسرة القضائية. المزيد مع أمين شقبقب. محكمة غرداية صرح قضائي جديد بوسائل تكنولوجية حديثة دشنت لتكون إضافة قيمة للمواطنين والمتقاضين. إن شاء الله تسهل على المواطن، يعود يجي يستلم الوثائق نتاعه ولا أي حاجة بسلاسة، ما يلقاش بيروقراطية، ما يلقاش رفض تعامل، ما يلقاش وسائل تاع تهرب أو خلاص الكاغط أو الطونار ما كانش أو السيستم حابس. توفير الظروف الملائمة للنزلاء في المؤسسات العقابية وإعادة إدماجهم اجتماعيا ضمن الاستراتيجية الأساسية للدولة. اليوم تجربتنا فيما يتعلق بإعادة إدماج المحبوسين راهي أثبتت نجاعها على المستوى الدولي، شيء تقر به لنا المنظمات الدولية ومن حقنا أننا نفخر بها، ولكن يليق نبحث الآن على
تحسين أو تطوير هذه منظومة التكوين هذه بالنسبة للمساجين. ولتسهيل إجراءات التقاضي يحرص قطاع العدالة ضمن إصلاحاته إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة من أجل تقديم خدمة نوعية ترقى إلى تطلعات المواطنين. وبالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على مراسم تخرج دفعتي ضباط وأعوان إعادة التربية بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للجمارك. الدفعتان المتخرجتان تضمان 120 ضابط إعادة تربية و 1327 عون إعادة تربية تابعوا تكوينا نظريا وتطبيقيا. بغرض تأسيس منظومة إعلامية قوية ترافق جهود الدولة أشرف وزير الاتصال رفقة وزير الشباب والرياضة بحضور مديري المؤسسة الإعلامية على دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية، وذلك بهدف تطوير مواهب وقدرات التقديم التلفزيوني الإخباري والبرامجي وإدارة الاستوديوهات التحليلية الرياضية. المتابعة لفوزياتاج. تبرز أهمية التكوين كلما تطور العمل الإعلامي وتطور معه الجمهور المستهدف. رؤية تمهد لإعلام قوي ومحترف مبني على المصداقية في المعلومة. هي إضافة نقدمها للطلبة خاصة فيما يخص مثلا تقديم الأخبار الرياضية، تقديم البرامج، كيفية إدارة البرامج وكيفية نقل المعلومة. كان لنا يعني وقت باش نقدم برنامج رياضي وبعد مناقشة الأسئلة نقاط الضعف ونقاط القوة. الصوت وأساسيات الصوت وأحكام الصوت كلها مهمة جدا للصحفي لكي يتمكن من أداء مهامه بثقة وبتشويق أكثر. معظم هؤلاء الشباب يعني محتاجين إلى توجيه وإلى تدريب وإلى مرافقة خلال العمل المتواصل. نحن نحاول أن نوجه، نطرح أسئلة، نعرف آراء الإعلاميين في كثير من القضايا الرياضية وأيضا في تقنيات التقديم وأيضا التحليل وإشراك الضيوف وكيفية اختيار الضيوف. استراتيجية تبنتها وزارة الاتصال لتأسيس منظومة إعلامية ترافق جهود الدولة وتضمن حقا من حقوق المواطن في الإعلام. قانون الإعلام الجزائري مادة واضحة وصريحة إلزامية التكوين. هذه الدورات التكوينية ليس فقط يستفيد منها صحفي وإنما تستفيد منها حتى المؤسسات الإعلامية، رايح نعطيها شهادة وتحاسب بها في سلطة الضبط. إذن كل الناس مستفيدين وفي النهاية الدولة أيضا مستفيدة، لأنه رايح تكون عملية مستمرة ورايحين نرتقي بمستوى الأداء الإعلامي. التكوين وسيلة لتنمية معارف وقدرات الصحفي، يرافقه في ذلك التطور التكنولوجي لتحقيق إعلام متميز ومنتج ومحترف. وفي قطاع التربية الوطنية تعزز القطاع بولاية بجاية بمنشآت تربوية جديدة دخلت حيز الاستغلال، وذلك من أجل الرفع من قدرات الاستيعاب. عزوز هواري. هي بيئة تعليمية محفزة، واحدة من بين شبكة المؤسسات التربوية المستلمة إلى جانب مدارس مماثلة يجري تشييدها تماشيا مع المعطيات الديمغرافية المستجدة على مستوى القطب الحضري إغزر ظريف. الأشغال بلوك بيداغوجي خالصة 100%، رانا في الفياردي، رانا نخدمه في الفياردي دروك إن شاء الله منها كما قال جوانجوي يكون خالص إن شاء الله. وفق تصاميم هندسية عصرية تراعي معايير التحصيل العلمي، هياكل بيداغوجية جاهزة لضمان التمدرس الأمثل للتلاميذ. وهي سيدا بروجي تكنيكول بريمير تيب دي ساعة 12 كلاس avec 12 classes ça est il est divisé en trois sites bloc pédagogique ça est l'administration logement plus le اعلان لي لوكو تكنيك لا شوفري. مرافق بيداغوجية تتسير مع سلسلة من الأنظمة الرقمية التي يوفرها القطاع. غنديروا تقييم مرحلي تاع رقمنا في قطاع التربية الوطنية وراح نسمعوا الناس كل من الزاوية تاعو. الرقمنة هي أمر تقني، أمر واضح، أمر دقيق، لكن كاين كل واحد يشوف من الزاوية تاعو، وسنأخذ
بما يفيد المدرسة ويفيد رقمنا إن شاء الله. لتتضاعف الجهود بتدشين مشروع إنجاز ثانوية استبدالية لثانوية قاضي عثمان ووضع حجر الأساس لإنجاز ثانوية بألف مقعد بيداغوجي بسيدي أحمد على أن تستلم في أجلهما. طلبت الجزائر المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة. جاء هذا في كلمة ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتبي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف رشيد بلادهان في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان. تأتي هذه الجلسة في وقت يواجه فيه عالمنا العديد من المظاهر والتحديات الراهنة التي اقترنت بمآسي إنسانية ناتجة لا سيما عن انتشار النزاعات المسلحة والاحتلال طويل الأمد، كما هو الشأن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة، كما حذر منه بعض المقررين الخاصين لا سيما بمعاقبته جماعيا وقتله وتشريده وتجويعه. على المجتمع الدولي أن يتجنب التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بفلسطين، والتي لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان، وعليه أن يحقق ويحاسب ويضغط لوقف إطلاق النار ولإنهاء الظلم والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. لا يزال وفد بلادي يشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل، وندعو إلى مراقبة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي. نحث المفوض السامي على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير موسع إلى المجلس بأصل هذه الانتهاكات. ميدانيا، يتواصل التصعيد الصهيوني الأهوج على قطاع غزة لليوم 50 بعد المئة، والذي طال اليوم وسط القطاع وجنوبه واسفر عن ارتقاء ما لا يقل عن 20 شهيدا وإصابة عشرات آخرين، مما رفع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 30,500 شهيد وما يفوق 71,900 جريح. عن كثب مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. هكذا تودع الأم المكلومة توأمها وسام ونعيم، اللذين استشهدا في أحد الغارات الإسرائيلية على أحد المباني السكنية بمدينة رفح جنوب القطاع، فهي لا تريد أن تفارقهما حتى اللحظات الأخيرة ليلحقا بأبيهم الشهيد أيضا، فهما من بين عدد آخر من أفراد العائلة طالتهم صواريخ الغدر الإسرائيلية والتي أسكنت في قلوبهم الحسرة والألم. والله نايمين يا طال، والله كنا نايمين انا واولاد جنب بعض، فجاه حسيت اني زي حاسب برميل هيك، صرت اقول اولادي ما لقيتش غير حجار جنب، بس والله بعد 10 سنين شفت يا الله. وسام نعيم ابو عنده سماه والله، واختي ناس عنده والله، عمرتها كلها نازحين والله. المذابح الإسرائيلية التي قضت على عائلات بأكملها بكبارها وصغارها ونسائها وشيوخها، وأصبح أكبر أحلام الطواقم الفلسطينية أن يبقى أحد على قيد الحياة، وباتت أرواح المصابين بين الركام معلقة برحمة الله، ومن ثم على إمكانياتهم الضعيفة التي أنهكها الاحتلال منذ بدء العدوان. هذول أجبرونا إنه يطلعونا عن عقلنا، أطفال بتموت، أطفال رضع، الأم ماتت والأبو مات والسيد مات والعم مات، كلهم ماتوا هنا استشهدوا، وأبرياء، هدول أطفال أبرياء. 150 يوما على العدوان الإسرائيلي المستمر ليل نهار، وهو ذات المشهد في كل محافظة فلسطينية لا تشتم سوى رائحة الموت والخراب والدمار، لكن الأكثر إلاما هو الموت من الجوع والفقر، كهذه الطفلة التي باتت من بين 15 طفلا استشهدوا لقلة التغذية، وما زال العشرات منهم يتجرعون الألم بدلا من حليب الأطفال وينتظرون الموت. تتحدث عن إمكانيات في رفح، إمكانيات بسيطة جدا، وكل النازحين نزحوا باتجاه محافظة رفح، وهذا يزيد من العبء على هذه المؤسسات الصغيرة، المؤسسات الصحية التي يعني لا تستطيع أن تقوم بالعبء الكبير الذي يعني الملقى عليها.
ورغم مرارة الألم الذي تجرعه كل بيت فلسطيني، إلا أنهم ما زالوا يتشبثون بأمل وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان منتصف الأسبوع المقبل، لتتوقف أيضا المذابح الإسرائيلية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. ونختم بالحدث الرياضي، حيث عقد اليوم الناخب الوطني الجديد لكرة القدم فلاديمير بيتكوفيتش مؤتمرا صحفيا للحديث عن أهدافه وخطة عمله مع النخبة الوطنية. المزيد مع وليد غريبية. بعد حلوله بأرض الوطن، فلاديمير بيتكوفيتش كان على موعد مع توقيع العقد رفقة رئيس الفاف وليد صادي ليرسم مدربا جديدا للمنتخب الوطني لكرة القدم التقني البوسني. وفي لقائه الأول بالصحافة الوطنية أبدى طموحا كبيرا لبدء العمل على رأس الخضر. هدفنا هو التطور من يوم إلى آخر، من مباراة إلى أخرى، تصحيح الأخطاء السابقة والبحث دائما عن الأفضل. كما أن الهدف الرئيسي هو إسعاد كل الشعب الجزائري الذي يتابع بشغف كبير منتخبه الوطني ويطمح دائما للنتائج الإيجابية. بيتكوفيتش وفي تجربته الأولى في إفريقيا والثانية على رأس المنتخبات أبدى وعيه بحجم المسؤولية التي تنتظره، واصفا الضغوط والانتقادات بأنها من غير المنطقي عدم وجودها في هذا المجال. أنا جد إيجابي، جئته إلى المنتخب الجزائري من أجل تقديم عمل كبير وتقديم إضافة، ولكن هذا لن يكون إلا بتضافر مجهودات الجميع حتى نصل إلى تحقيق النتائج المرجوة والمطلوبة. صفحة وعهد جديد بدأ، وعمل كبير ينتظر الطاقم الفني الوطني الجديد بقيادة بيتكوفيتش لإعادة المنتخب الوطني لريادة القارية وإسعاد 45 مليون جزائري. إلى التذكير بأبرز العناوين. في اليوم الثاني من زيارته إلى دولة قطر، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد إلى رئيس الجمهورية عناية خاصة لتقوية أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية. ويحضر مراسم افتتاح فعاليات الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري. تحسبا لشهر رمضان المعظم، مخطط لتموين السوق الوطنية من خلال المخزونات الاستراتيجية لمختلف أنواع الخضر والبقول. ومن باتنا رصد للحركية التجارية للأسواق الجوارية لكسر الاحتكار. ودعما لتموين الأسواق، توسيع مساحة الزراعة الاستراتيجية بقاس طويل بورقلة بدعم ومرافقة من الدولة. وكما تابعتم بتيزي وزو، استبشار بارتفاع منسوب سد تقسبت بعد التساقطات المطرية الأخيرة. وفي فلسطين المحتلة، ما لا يقل عن 20 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات جديدة نفذتها طائرة الاحتلال الصهيوني على وسط قطاع غزة وجنوبه. والجزائر تطالب من منبر مجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة. في الذاكرة التاريخية، إحياء الذكرى 67 لاستشهاد الشهيد الرمز العربي بن هيدي. وبالمناسبة، عرض شرفي أول لفيلم سينمائي حول حياة البطل وأبرز محطاته النضالية والقيادية. وفي الحدث الرياضي، الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش يوقع رسميا على عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ويستعرض في ندوة صحفية أهداف وخطة العمل مع النخبة الوطنية.
نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة والإصغاء، في أمان الله.